وقعت مصر اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية. وأشاد محمد بالحسين مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالاتحاد الأفريقي بالدعم الذي تقدمه مصر لخدمة القارة الأفريقية، خاصة في ملفات التعليم والعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذا الدعم يعتبر امتدادا وتأكيدا لدور مصر التاريخي الرائد في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ولافتا إلى أن اختيار مصر لاستضافة مقر الوكالة يأتي تعبيرا عن حجم الثقة والتقدير الكبيرين لخبراتها وقدراتها المادية والبشرية.